السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم. إحنا يعني تكلمنا عن عملية الـ Configuration الـ Interfaces، بضل عندك اللي هي عملية الـ Routing. بما أن إحنا حاليا ما يعني مش راح نعمل الـ Configuration للـ Routing، أنا المفروض عملت هذا الفيديو قبل الـ RIP Next Generation أو RIP NG، أول بروتوكول دائما احنا نتداوله. يعني لو بس شو اي بي فيرجن 6، يعني شفنا الانترفيسز، انترفيس انترفيس بريف، يعني انتم شايفين هون احنا ما في عندنا غير بس هذا الراوتر 2، في له 2 انترفيسز، واحد مربوط مع ار 1 واحد مربوط مع ار 3. الكونفجريشن تبعهم شغال ونقدر نعمل لهم بينج زي ما انتم شايفين من هون، متصل مع ار 1 ومتصل مع ار 3، معناته كل اموره تمام. بما انه هو متصل يعني معناته ار 3 متصل كمان بار 2، ار 1 متصل بار 2. الان كيف بدي اعمل، يعني كيف يعني هون بيقدر يوصل ل ار 1، كيف بده يقدر يوصل مثلا ل ار 2، او كيف ممكن يعني يتصل ب ار 3. يعني الان بما انه الديفولت جيت واي، يعني لما بده يطلع برا الشبكه بده يروح على ار 1، معناته الحل ب ار 1، فما بقدر اعمل بينج ل 2000. الان بقدر اعمل بينج دقيقه 1 2 واعمل بينج ل 1 تمام، لكن لو حكيت له ل 2 ما راح تتم العمليه. ليش؟ لانه هو بيوصل لعند الانترفيس لكن ار 2 ما بقدر يرجع. لكن انا لو رحت لار 2 حكيت له كونفيجر تيرمينال وحكيت له انه اي بي فيرجن 6 راوت، وبعدين حكيت له انه في عندي شبكه مخفيه هي 2001 على حد علمي، لو حكيت له شو اي بي في 6 انتو شايفين هون اللي هي 2001 لهون تمام. ها كوبي اجيت هون و بدي اعمل سلاش 6064، لاني انا قاعد بعمل عن شبكة، بحكي عن شبكة، مش لازم احط هون اي رقم، انا بتكلم عن شبكة. بدي احكي له اذا بدك تروح على هاي الشبكة لازم تروح على 2000 بعدين 1 2 بعدين اللي هو راوتر 1 تمام. الان لما اعمل له بينج بتتم العملية، معناته الان صار في طريق من ار 2 لار 1. كمان انا لو بدي اعمل بينج ل 2 3 2 بقدر اعمل بينج نو راوت تو ديستنيشن. وين المشكله هون؟ طبعا لما انت تكون بتحكي عن مشكله بهوست بس مشبوك على راوتر ديفولت جيت واي، معناته المشكله مش بال بي سي، المشكله بار 1. لازم اعمل من هون اكزيت واحكي له يا ار 1 اي بي فيرجن 6 راوت 2000 2003، بعدين احكي له انه سلاش 6064 اذا بدك تروح عليها روح على 2001 2001. اوذرا 2، ليش بحكي لي انه مش معقول انت تحط راوت، يعني تحط توجه بياناتك لنفسك، يعني هذا شيء مش طبيعي. لكن الان لو حكيت له عمل بينج فبتتم العملية. ليش؟ لانه وصلت البيانات لار 1 بعدين ما عرف وين بده يروح، فاحنا حطينا راوت. فشايف انت كل مرة قاعد بتزيد عنا ستاتيك راوت، كل مرة بدك تروح على هاب بدك تحكي له اذا وصلتك بيانات رايح على الشبكة كذا لازم تروح على
مثلا النقطة اللي بعديها نقطة كذا، بعدين ترد تروح على النقطة. يعني انت قاعد بتراكم راوتس، وفرضا هاي بس عبارة عن شبكتين. يعني انتو شايفين هون في عندي شبكة هون، يعني انا هون هاي شبكة وهاي مشبوك معها، فأروان بيعرف عن هاي الشبكة وبيعرف عن هاي الشبكة. فهو ايش اللي ما بيعرفش عنه؟ بيعرف عن هاي الشبكة، ما بيعرف عن هاي الشبكة، وما بيعرف عن هاي الشبكة. فمعناته حتى ما توصل من R1 لهاي او لهاي، فانت بحاجة لستاتيك راوت. معناته بده تو ستاتيك راوت، وهذا علشان يوصل لهاي الشبكة وهاي الشبكة تو ستاتيك راوت، وهون كمان تو ستاتيك راوت. عشان بس ما نطول بالكلام هون. طيب انا ما بعرف ليش هاي احمر صراحة، مع انه شغال يعني، لكن ممكن لاني تركته فترة طويلة، ممكن يعني انه ما بتجاوب. لكن انتو شايفين هون انه عندي الامور تمام. طيب انا كنت بدي اتكلم عن، حكينا عن ستاتيك راوت، حكينا عن الهاي. الان كل مرة بدك تعمل كونفيجريشن لستاتيك راوت جديدة. اللي كنت بدي اعمله هو التالي. خلينا نحكي عن شغلة كثير مهمة. الان عملية النيبر ديسكفري، يعني الان لو انت عملت اكزيت من هون وحكيت له شو IPv6 راوت، الان في عندك انت ستاتيك راوت واحدة. عشان توصل الشبكة الثانية فانت بحاجة لتو ستاتيك راوت. كمان انت هون في عندك لو عملنا اكزيت وحكينا شو اي بي، طب نلقي نظرة. طبعا الستاتيك راوت ما بتعطيك، خلينا نسميها ما في الها مالتي كاست جروب، بينما لو انت ريب في له مالتي كاست جروب اللي هي 9، اي اي جي ار بي في لها مالتي كاست جروب اللي هي 10، الاو اس بي اف في لها 2 مالتي كاست جروب، واحد اول راوترز وواحد الديزيجنيتد راوتر اللي هي 5 و6. يعني ستاتيك راوت فعليا مش مالتي كاست جروب ومش شغلة خاصة، انت بس عبارة عن انك بتضيف ريكورد داخل، يعني بتضيف سجل داخل الراوتر تبعك، هو اللي بيحدد ال بيحدد الوجهة اللي انت لازم تتخذها لما بدك تروح على هاي الشبكة. انا يعني بصفح هون وبشوف الجهاز الثاني، بشوف ايش الاشياء اللي بيتكلموا عنها بالاي بي فيرجن 6 او بيركزوا عليها. ففي عندك يونيكاست ريفرس باث فوروردنج، هاي بتشيك انه الراوتر R1 لو بده يتصل مع هاي الشبكة فمش لازم يرد عليه اي حدا على الطريق الا هاي الشبكة، فمش لازم يكون الرد من هون او من هون. فهاي طبعا بس يعني اعداداتها بسيطة جدا، اللي هي بتروح على الانترفيس. يعني مثلا لو عملت له كونفيجر تيرمينال ودخلت على الانترفيس، حكيت له انترفيس ايثرنت 1/1 اتوقع، تمام 1/1، بتحكي له IPv6 verify unicast reverse path. وبهاي الحالة هو لازم يشيك على اذا كان reverse path forwarding فشل، فهو بيتم عملية الدروب، يعني برمي الباكيت اللي جاية من هاي. اما اذا كانت طبعا لازم، يعني لازم يكون في، يعني هون شوف خلينا نرجع من اول. انا فرضا بدي اعمل ريفرس باث فوروردنج، اللي هي عملية تشيك انه هاي الباكيت اللي انا طلبتها جاية من نفس المصدر
مؤكد اللي انا بدي اياه. فاول شيء بدي اعمل اكزيت من هون وبدي احكي له اي بي في 6 اكسس ليست يونيكاست ريفيرس باث فوروردنج ذان ليست. ماشي. وبعدين انت بتفوت هون بتحكي له مثلا deny IPv6. فمثلا انت هون بدك تعمل deny. خلينا نيجي هون نلقى نظرة مثلا ايش ممكن تعمل deny. مثلا لو انا بدي احكي له من هون فانا بدي احكي له انه يعمل لي deny من خلينا نحكي 2000 2 3 مثلا سلاش 24 64 from any. تمام. وبعدين تحكي له permit any او لا اي بي فيرجن 6 any. وبعدين يعني خلص بتروح على الانترفيس. خلينا نحكي له انترفيس ايثرنت. هاي يعني بتقدر تشيك على الموضوع يعني يونيكاست ريفيرس باث فوروردنج موضوع عميق لكن خلينا بس نحكي عنه بشكل بسيط جدا. يونيكاست ريفيرس باث فوروردنج بس هاي كل اللي انت بدك تعمله. طبعا انت بتقدر تشيك هون شو اي بي فيرجن 6 اكسس ليست فبورجيك اياها. لكن خليني اروح هون اوريكو طيب خلينا نبحث عن reverse path forwarding. reverse path forwarding يعني تقدر تفوت هنا. طبعا اكيد راح يكون يعني النتائج اكيد راح يعطيك الويكيبيديا او بتقدر يعني في عندك سيسكو وفي عندنا كمان بالويكيبيديا بيحكي لك عن unicast reverse path forwarding بيحكي لك كيف يتم التحقق من الـ باكيت عن طريق يعني تأكد من انها وصلت من المصدر الصحيح او مش من المصدر الصحيح والى اخره. هاي شوف شو سيف. طبعا سيف اللي هو سيسكو اكسبريس فوروردينج. وكمان هنا في عندك ريفيرس باث فوروردينج بحكي لك عنها فيزيبل مود لوس مود والى اخره. مهم انك تطلع عليه لكن يعني هو موضوع جانبي مش موضوع رئيسي بال اي بي فيرجن 6 لكنه حلو يكون عندك فكرة عنه. كمان القي نظرة على الدي ان اس وتنساش سيسكو ديسكفري بروتوكول. بتعرف انه سيسكو او سي دي بي سيسكو ديسكفري بروتوكول اللي هو خاص باجهزة سيسكو تتعرف على بعض بشكل تلقائي بشكل اوتوماتيكي. فلو حكيت له شو سي دي بي نيبرز فانتو شايفين هنا انه قاعد بحكي لك انه في عندي هو ما بتعرف على الهوست فمعناته ما راح يكون عندك. تنساش انه هذا عبارة عن سوفتوير سويتش مش هاد. لو هذا كان بيشتغل عادي سي دي بي بينهم سيسكو ديسكفر بروتوكول لكن هو ما تعرف غير على الار 2 بحكي لي عنه انه لينوكس يونيكس كذا هول تايم ايثرنت. لو اجيت على ار 2 طب حكيت له شو سي دي بي نيبرز فانت شايف هنا انه متعرف على ار 1 ومتعرف على ار 3 بحكي لك انه الراوتر كابابيليتي وبريدجينج كابابيليتي
على هذا علمي انه ترانس بريدج ار راوتر صح، بي سورس راوت بريدج. طيب بس يعني هاي لمحه سريعه عن الاكسس ليست، خلينا نقول بالاي بي فيرجن 6. طبعا الاكسس ليست عادي نفس الاي بي فيرجن 4، اي بي فيرجن 6 ما بتختلفش، لكن انت تتذكر انه اي بي فيرجن 6 اكسس ليست بعدين لازم يكون لها اسم وفيها خيارات كثير، يعني بتقدر تحدد كل شيء زي اي بي فيرجن 4 لكن كلها نيمد، ما في غير نيمد، يعني لازم تسميها اي بي فيرجن 6. شكرا لاستماعكم والسلام عليكم.